مع اقتراب العام الدراسي الجديد تسلمت التربية الديوانية دفعة الأولى ضمن حزمة مدارس القرض الصيني. تقول مديرية التربية أن الانتهاء من بناء جميع تلك المدارس سيفك الزخم والاكتظاظ بمقدار 50% فضلا عن انهاء ظاهرة الدوام المزدوج وتحقيق فائدة تعليمية للتلاميذ. بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد استلمت التربية الديوانية الدفعة الأولى من أبنية القرض الصيني ضمن الاتفاقية الصينية العراقية بواقع 9 مدارس من أصل 61 مدرسة في عموم المحافظة تخفيفا لنقص الأبنية المدرسية وتعويض المتهالك منها. تم استلام 9 مدارس من أصل 61 مدرسة على القرض الصيني طبعا المرتبطة برئاسة الوزراء، طبعا راح تفك الزخم أكثر من 50% إذا كمل المدارس بالكامل 61 مدرسة، 183 مدرسة على القرض الصيني راح تبلش بيها إن شاء الله بعد انتهاء ال 61 مدرسة، 43 مدرسة آيلة للسقوط، منهن أكو مدارس محالة. وشهدت الديوانية بمركزها وأغضيتها ونواحيها خلال السنوات الماضية انتشارا للعديد من المدارس الكرفانية والطينية من جهة، وزخما حادا للطلبة داخل الصفوف من جهة أخرى، وسط مطالبات بإيجاد حلول ناجعة خلال الفترات القادمة. عندنا مدارس طينية لا زالت موجودة في بعض القرى والأرياف النائية في محافظة الديوانية، يعني بالشنافية بالحمزة بالشافعية وغيرها من المناطق الريفية تحتاج إلى بناء مدارس يعني حديثة. أكو صب 70 طالب و60 طالب و50، هاي أثر حتى عليهم، يعني حتى على المستوى الدراسي مالتهم. أيام على بدء العام الدراسي الجديد ولا زال الطلبة يأملون بواقع تربوي وتعليمي بعيد عن المشاكل المعتادة التي صاحبتهم في السنوات الماضية. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.